كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش في كل بيت؟ في كل بيت أكيد في موهوب أو موهوبة، سواء قدرنا قيمتهم ولا لا. والموهبة زي الشعلة تنطفي إذا ما حفظنا عليها. ولأن الثروة الحقيقية لأي مجتمع هي الثروة البشرية، زادت الفرص في الفترة الأخيرة قدام الموهوبين في كل المجالات، وفتحت جهات كثيرة أبوابها لهم زي الهيئة العامة للترفيه، وزارة الرياضة، وهيئات وزارة الثقافة، وزي مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة اللي تعد الأولى في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين عربياً. تقوم بالبحث عن الموهوبين عبر البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين عشان يرعوهم ويصنعوا بيئة داعمة للاستثمار في المواهب بما يتفق مع التخطيط للمستقبل في رؤية 2030. شجعوا المواهب من حولكم عشان ندعم تطوير وطننا الغالي في مسيرته التنموية. وهذه كانت كلمتين مني أنا زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.